أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1308 نقاط بارتفاع بنسبة 51%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,771,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 354,000 دينار تم تنفيذها من خلال 50 صفقة، في حين تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. قال رئيس الوزراء المصري إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد مالي وفني، وأضاف مصطفى مدبولي أن المناقشات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفاً أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين. أكد مستشار اقتصادي للبيت الأبيض أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية، يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16% أو أكثر هذا الشهر. وذكر كيفن هاست مستشار الرئيس دونالد ترامب أنهم سيشهدون معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدوها خلال الكساد الكبير في الثلاثينيات. انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعاً، مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل. وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأمريكي والتي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل، حيث نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 14 دولاراً،